دكتور بتغني مين؟ كروان. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا اهلا. سلامة. الله يسلمك كروان. وحشني كتير يا دكتور. الله يخليك ما تشوفش واحد. ايه عملت ايه؟ خلصتلي اللحن. قبل ما اعمل لك لحن وقبل اي حاجه يعني بدل ما ضيع هضر مني. انت عملت ايه في امتحان الاذاعه؟ شقطوني. ليه يا جدع؟ شقطوني يا دكتور. ليه؟ تعشروا يا دكتور. الجماعه بتوع اللجنه عندهم واحد قريبهم نجحوك. شقطوني. ده لسه بغني وبقول شافيني مره. قالوا لي شكرا يا كروان. شكرا. مع السلامه حبيبي. مع السلامه. قلت لهم يا كروان شافيني مره. يلا 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 يلا. يعني يا مصر خلاص واقفه على الاثنين دول، انت وقريب بتوع الاذاعه. بلاش كلام فارغ. الله. ليه يا دكتور؟ انت مش هتديني اللحن ولا ايه؟ مش هدي لك اللحن. هتعمل لي ايه بقى؟ بص انت واد طيب وابن حلال، ابقى تعالى وانا هدي لك اللحن. اجي لك فين؟ ابقى تعالى المصمط. يلا المصمط ليه؟ عشان ابقى اديك اللحن. حتى انت متولي؟ طيب ان ما كنت فقعك موال اجيب اجلك. ما بقاش انا كروان. ما تشد نفسك شويه يا استاذ ابراهيم وخلص بسرعه يا اخي. حاضر استاذ. عروسه مستعجله. يا اخواتي خلصوني بقى، زمان الفرقه الموسيقيه جايه عشان البرافا. ما تخافيش يا ماما، والله هتتجوزي. عقبال يا رب عقبال ان شاء الله يا حبيبتي. بس انا الاول روحي افتحي يا نجوى شوفي انا داخله اوكي عشان اكمل مكياجي. يعني منك انا واعي. طيب كل سيرة سيرة نجوى، كل سيرة كل سيرة كل سيرة. لازم تخش بالدرجة الغليلة دي. ميرسي. العفو. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام قوي يا اخي حلاوة. لسه سألك سؤال من زمان محيرني. اتفضلي. انت صحيح واخد دكتوراه من ايطاليا؟ طبعا، وهي العصاية دي هيدوها لأي حد في ايطاليا لما يكون واخد دكتوراه. شفتش دكتور خد عصاية هنا زيي. طب وأمك بتعمل إيه في الداخل يا سنيورة نجوى؟ انها تستعد للحفل الميمون يا سنيور متولينو. ودي ليه ما استعدتيش للحفله يا نوجة؟ سؤال وديه. اولا انا برونتو. برونتو؟ يعني ايه برونتو؟ يعني مستعده بمكياجي بتاع ايطاليا. حصلت كمان نغلط في الناس الغرب. انا عارف امك بتعمل ايه دلوقتي. امك لا تكذب ولكنها تتجمل. يا سلام. عيب يا سنيور متولينو، ما تقولش على امي كده. طب دي نواعم زي القمر، دي احلى منك. ممكن. طبعا. ما تشوفوا لنا بقى شويه كافيين وكده واحنا قاعدين هنا. سي سنيور. ها سنيورا. انا اتضربت في دماغي لما قلت اخد الدكتوراه بره، ممكن تاخدها هنا احسن. ما تزوقيني يا ماما. أوامي يا ماما. يشتغل عليا زي القمر جهنم. واحنا من القمر كمان يا ماما. بس انا عايز افهم حاجه. نعم. انت نفسك طرحت الزفه ليه؟ واحنا هنزفك؟ ده احنا يا دوبك بنجهز لحفله نجاح احمد وحسن. طب وحسن ده هيبقى لي ايه بعد كده؟ هيبقى جوز سيادتك الثاني عشر اللي هتقفلي بيه الدسته ان شاء الله. والاخير. مين عارف؟ يعني ايه بقى مين عارف؟ انا ما اقصدش حاجه، بس يعني ربنا يديله الصحه والصبر ويكمل مع حضرتك، ما يكونش نفسه قصير زي اللي قبله. يا بنت حسن ده انا مربيه على ايديا من يوم ما جه البلد وهو كان لسه واخد الثانويه، حتى ساعده لحد ما اخد الشهاده الكبيره بتاعه الطب. بتاعه جنينه الحيوانات. جنينه الحيوانات. يا ماما اسمها شهاده الطب البيطري. بيطري بيتر يا ماما. اي حاجه. وقال هو لسه خدها. اولا بكره ياخد الشهاده. حاضر يا ماما. ثانيا بطلي تقولي لي يا ماما. الله، امال اقول لك ايه بس يا ماما؟ طب قولي لي عايزاني اقول لك ايه وانا اقوله. يا بنت ما تقوليليش ماما. امال عايزاني اقول لك ايه بس يا امي؟ قولي لي يا طنط. ايه؟ ولا اقول لك طنط دي كمان كبيره شويه. قولي لي يا ابله. ابله؟ اه. زي بعض. المهم الاقي حاجه اقولها لك وخلاص. انت عارفه يا بنتي لما الناس بتشوفك ماشيه معايا في الشارع يقولي لي انت لحقتي تخلفي دي امتى؟ وبتقولي لهم ايه يا ماما؟ قلت لهم اتجوزت بدري، اياميها كان عندي 9 سنين. وبيصدقوكي؟ ان شاء الله ما صدقوا، المهم انهم يعرفوا. طب وانت بقى زعلانه ليه؟ طب ما انا مربيه لك عريسك على السطور. مربيه لي ايه بس يا ماما؟ هو ده كربط. مع حسن. ما انت بتزغطيهم. عموما انا مش قصدي الحكايه دي خالص، انا اقصد يعني الزفه.
نظامها ايه دلوقتي؟ دي سابقه الوانها خالص. انا اول حسن ما ياخد الشهاده اروح مكلبشاه على طول. اللي تشوفيه يا ماما. ماما قولي لي يا ابلة. انا ابلة. حاضر يا ابلة. يا ابلة انا واعي. اه خلاص. بنت قولي لي انا حلوه كده؟ حلوه قوي يا ماما زي الابلة. يا بنت ابلة ابلة ابلة. حاضر يا ابلة ما تعصبيش كده. ابلة حد يقول لامه يا ابلة. زي بعض. قولي لي انا اللي ماما. ماشي احسن. اتفضلي يا ننوس. اتمختاري يا حلوة يا زينة. الله أكبر عليك يا ماما. يا عروسة نوسك يا ولدة يا عمر. ربنا يرزقك بعروسة زيها يا رب يا يا عرض احفظي عليكي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده كله؟ يا سلام ده انت احلى من كل العرايس اللي انت مشيتي بجوازاتهم. ربنا يكبر بخاطرك يا دكتور. بس ايه؟ انا كان رايي ان السنيوره نجوى هي اللي تتجوز الاول. ربنا يخليك. السنيوره نجوى لسه صغيره وهي جت العريسان كتير بس رفضتهم. والنعمه الست دي هتقف حالي ولا صغيره ولا حاجه بقى وعايزه اتجوز. 11 جوازه تتجوزهم وانا قاعده في قرابتها وهتكمل 12 اهو. الله اكبر عليك. اتجوزي يا اختي. برضه السنيوره نجوى لازم تتجوز الاول. يعني لازم تتجوز الاول. صح. هو ايه ده؟ طب خلاص زي بعض. اتجوزي انت الاول. خلاص. بقولك ايه؟ نعم يا ماما. هو حافظ اتأخر ليه؟ معلش يا ماما ما تسربعيش على الراجل كده. الغايب حجته معاه. حجته ده ايه؟ ده كل المشوار ما يطلعش نص ساعة رايح جاي. وانت حضرتك بعتيه فين يا طنط؟ بعته يجيب لي مزيكة البوليس عشان تعمل البروفة الليلادي وبكرة تزفني. وفرقة البوليس ليه؟ اصل هتجوز رسمي. لا يا ماما انت هتتجوزي حسن. ده انت لو كنت قصدتوني كنت قلت لكم فرقة المزيكا بقت ايطاليا وزمانها خلصت ومشيت. بقول لك ايه؟ ايوه. اطلع يا اخويا شوف العريس فوق. هات لي حسن وتعالى. حاضر يا طنط. لا مستعجلة قوي. حاضر يا طنط. جبت عليك يا ماما قمر والله. بس وحيد النبي اتجوزيني بعديكي بقى على طول. يا مساء العدليب. اما حضرتك ايه؟ ايه يا استاذ؟ اتأخرت ليه؟ اما يا ست بقى جبت لك فرقة مزيكا انما اللي هي. ما تبقاش تتأخر تاني فاهم؟ عن اذنكم. طب انت انا طلبت منك تجيب لي مزيكة البوليس. يا ستي وجبت لي مزيكة البوليس السر كمان. بس ارجوك. ربنا يعجبك يا ماما. انا هيصلك شويه هيصه ما حصلتش بس اتجوزي النبي. بفكرك كمان. كنتش انا ونجوى بنحب بعض كنت نزلت لك عنها. وبعدين انت ترضى تتجوز واحده بتحب واحد تاني؟ وبعدين يا اخوانا مش كده الدنيا تحت واقفه على رجل واحنا هنقضي الليل في حدوته زي دي؟ ما تخلصونا بقى. والله والله حاولت في اخر يوم في الامتحان البخ في ورقه الاجابه عشان الاقي عذر قفلت بيه من الست نواعم بعد ما اسقط. لبخت على قد ما قدرت لما في الاخر ما قدرتش. ضميري ما سمحش. ضميرك ما سمحلكش تلبك في ورقه الاجابه ولا ضميرك ما سمحلكش تخون الوعد اللي وعدته النواعم؟ يا حبيبي افهمني
الست دي مدومة 11 راجل طوال عراق. انا لسه في عز شبابي ما تفهمه. رد عليها متولي، انا زهقت خلاص. لا ما برضه انت غلطان يا حسن، دي عيلة صغيرة وبتصدق، وبعدين دي حلوة وفي عز شبابها، وانت ما كانش لازم توعدها برضه يعني، الا البيض الامارة دول. قول له قول له ده جننوني. لا اوعدها ايه؟ والله العظيم ما وعدتها، هي اللي حطتني في دماغها من يوم ما وصلت من البلد. انت برضه كنت تحاول انك تخرج من دماغها. ليه يعني؟ ما كانش قافل عليك يعني؟ ده الضمير والاخلاق هم اللي بيقولوا كده. ايوه، وحسن عنده ضمير واخلاق، عشان كده هيصلح غلطته، مش كده يا حسن؟ الله، انت هتعملهم عليا؟ هو عشان انت هتتجوز نجوى تدبسني انا في القرشانه دي؟ عندك حق، لكن ما بين يدي حيل، اعتبرها حادثه يا اخي، قضاء وقدر. يا اخوانا انا مؤمن بالقضاء والقدر، انما ربنا قال ولا تلقوا بايديكم في التهلكه، والست دي هي التهلكه. يا اخوانا انا شايف ان احنا لازم ننسى الخلافات اللي بيننا وبين بعض، وباذن الله ان شاء الله الجوازه دي هتتم، وباذن الله انت حضرتك بكره تروح تشوف الكليه بتاعتك والنتيجه بتاعتك وترجع، وهيبان لها الف حل ان شاء الله. اه وده الكلام. حاضر، انا عارف انها ليله مطينه طيب. طيب الولد ده يا موسيقى قوي قوي قوي، على خيره الله يا باشا. والله يموت. لا مفيش مكوى، مع السلامة بقى، مش ناقصينك. يو مين يا نجوى؟ مين؟ مش عارفة أقول لك إيه يا نواة. إيه؟ المكواجي. مكواجي؟ حزني. بتضربوا مزيكا حسيني ليه؟ هو مرشات عسكري. اصل بكره الحرب. معلش يا ابو علي، يعني انت راجل وقدها، شد حيلك. انا بالاذن بقى انا همشي. على فين؟ انا رايح اقابل الجو بتاعنا، اقعد معاكم هنا ليه؟ تجي لكم على اخر الليل. طب ما تاخدنا معاك يا جدع. بقول لك رايح اقابل الجو بتاعه، خليك انت مع الجو.
كوبا 6 أشهر دول هيخلوك مزيكات وكمان دكتور. وفيها ايه بس يا خالد؟ ده في ناس يا دوب عدت البحر وما عدتش شهر ولا شهرين واتدكتروا، ودول كمان ما حدش بيعترف بيه. بس اتحاسبوا علينا وقعدوا في قرابيزنا وبقوا دكاتره. طرش يا سيدي. شوف تعالى ايه؟ اديك سافرت ايطاليا وصرفت كل اللي حلتك، عملت ايه؟ استفدت بايه؟ بكره بقى تسمع وتقرا عن المايسترو متولي العظيم. ابقى قابلني. يا خالو ده بيقولوا في المثل ولد لخاله. واديك ما طلعتش لخال. ليه بقى؟ ما انا ليا في الحظ والفرفشه والانبساط زيك. ولد يا خالو ايه اللي يشوف حضرتك في العزبه هناك وانت ما يشوفك غيره وانت غرقان في البلاك نيمل. يا واد نقره ودي نقره. ما اقصدش يا خالو ما اقصدش، انا بس مش عايزك تطبق قوانين العزبه عليا هنا واحنا في وسط ال يا خالي. يا ابني يا حبيبي انا بعمل كده من خوفي على بنت خالك، من كتر اللي بشوف في الكباريهات وغيره وغيره. حد يا خالي يجيب لبنته في العيد الكبير نعجه بدل خروف. انا حالف ما يخش عزبتي اي ذكر عازب. طب ما حسنين بتاع وابور الطحين ورجاله غيرهم وغيرهم كتير قوي و شاورني كده على راجل فيهم مش متجوز وانا اعطده بره العزبه. طب ده انا دايخ على مهندس زراعي يكون متجوز مش لاقي. طب افرض يا خالي لقينا مهندس جديد ولسه متخرج نوفي من كليه الزراعه، انت تشغله وتجوزه بمعرفتك؟ ابدا لا يمكن يدخل عزبتي اي عازب ابدا. فاهم؟ فاهم فاهم. طب انا من ناحيتي بقى هدور لك على واحد ويكون متجوز كمان، ايه رايك يا خالو؟ في الحاله دي قلبي هيرضى عليك. وتدخلني العزبه؟ بشرط اكون متجوز. صح. شوف يا خالو ليك عليا بقى، انا هتجوز لك حته جوازه انما ايه. ويا ترى بقى هتتجوز مين؟ لا 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 يمكن. بلاش بلاش. ايه بلاش حسن؟ مالك يا حسن؟ ايه في ايه؟ اللهم اجعله خير. ايه في ايه؟ خير. كنت بحلم. لا مش حلم، ده كابوس كابوس. حلمت ان انت ونواعم معايا في الحلم، هي قفشه في رقبتي وانت واقف بتضحك. طب يا اخي مش كانت بتتجوزك؟ طب مش عيب عليك تبقى صاحبي ومعايا في الحلم وهي قفشه فيا بتتجوزني وما تبعدهاش عني يا اخي؟ ده حلم يا حازم. ربنا ما يحققه. يا سونسون افتح يا سونسون. قوم افتح لها. صباح الخير. النور. انا قلت ايه اجي اصحيكوا لحسن ما تلحقوش تروحوا تشوفوا النتيجه. هي النتيجه هتروح فين النتيجه؟ يعني ما هي متعلقه على باب الكليه لحد ما الصعطيني اطوحلك. طب يا اخويا معلش. بقول لك ايه؟ نعم. تيجي اغسل لك وشك. انا لسه غسلت الجمعه اللي فاتت، انا قعدت اغسل في وشي على طول. يا عيني على الحب. بقول لك ايه؟ نعم. يلا بقى عشان ايه؟ انا مرتبه لكم كل حاجه زي البروفه اللي عملناها امبارح، ومحضره لكم الناضورجيه على اول الشارع. يعني ايه الناضورجيه؟ ناضورجيه زي بتوع العصابات يعني. ودول بيعملوا ايه يعني؟ انا اقول لك، انا موقفه واحد على اول ناصيه الشارع العمومي، اول ما يشوفكم هلي يروح مد اشاره للي بعده، واللي بعده يدي اشاره للي بعده، واللي بعد بعده يجي يبشرني بالخبر السعيد. طب والنادورجي الاولاني هيعرف ان احنا نجحنا منين؟ كل واحد فيكم يحط ورده بيضة في عروه الجاكيت. طب انا هلبس قميص. ابقى حطها في جيب القميص. وفريد سقطنا بقى بعد الشر، ده انا كنت اموت نفسي. على العموم لو سقطنا هنبقى نحط ورده سودة. الشر بره وبعيد. ناجحين ناجحين ان شاء الله. انا قلبي ما يكذبش ابدا. يلا يا حبايبي كده البسوا وتهندسوا على منزل، انا بقى ما اكمل لكم بقيه الترتيبات. بالتوفيق يا رب. يا رب. ايه
احمد مش معلم. احمد نجحت يا بتوحد. مبروك مبروك الف مبروك. الواد حسن عمل ايه؟ هو راح يشوف نتيجه زمانه جاي. هو جاي هناك اهو. هو ده كده ماله زعلان كده ليه؟ لازم صيت. ايه يا حسن عملت ايه يا حسن؟ شفت النتيجه؟ اه ونجحت. وهو اللي بينجح بيعيط. فهمت. بتعيط على مصيرك المظلم مع نواعم. اثبت يا حسن. هي هتتجوزها غصب عنك. ما انت عارف يا احمد ست نواعم ست قادره. ده عندها رجاله ياكلوا الزلط. ولا يهم. سيب الموضوع ده عليا انا. هتعمل ايه يا متولي؟ هخرجكم منها زي الشعره من العجينه. هيدينا على كتفك. يلا بينا. ايدي على كتفك. بتاع الورد مش موجودين كلهم في القرافة. في القرافة؟ فلا الله ولا فالك. لا ارض ابيض ولا ورد كحلي. ابيض باذن الله. عن اذن حضرتك. على فين؟ طالعين غير القمصان عشان احتفل بنظافة. نظافة؟ طب نهم نظافة زي الفل. زي الفل ايه ده؟ من بره رخام ومن جوه سخام. يا بس بس لا لا انا رايح مشوار وجاي على طول. يا علي مبروك عليا حياة وصحية. حسن بقولك ايه؟ انا هنزل عشان لو كانت طالعه عطلها وانت جهز نفسك وزوج واستناني هناك. ماشي؟ زي ما اتفقنا يا ابو علي. ربنا معاك. حاسدين الناس مالكم ومال الناس كل قلب بألم. طالعه على فين؟ يعني هكون رايحه فين؟ طالعكم طبعا. هو انا ورايا حاجه غيركم؟ امك دي مش ناويه تعالي تشيل الواد حسن من دماغها؟ ما افتكرش. دي بتقول انهم اغبياء والنجوح اولى من لحم دول. وانت ايه رايك؟ لا يا عم انا ماليش راي في الحكايه دي. انا خايفه اقول لها رايي واعرضها تقوم تطردكم ونحتاس احنا. نجم لو قلت لك على حاجه تقوليها لامك؟ ضروري طبعا. مش امي؟ لا ده سر. لو طلع بره هينتهي كل اللي بينا. لا 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 يا احمد مش هفتح بقي بولا كلمه. السر كبير. انا وحسن هنهرب. هنقعد فتره كده وبعدين ابقى اخطب. ما تسيب حسن يهرب لوحده. ده ايه ده؟ لو حسن هرب لوحده وفضلت انا امك هترفض تتجوزك ليه؟ ليه؟ هي مالها ومالك؟ ممكن تحملني مسؤوليه هروب حسن لكن لما اغيب فتره وارجع لها ممكن تكون نسيت الموضوع وافهمها ان حسن مات وفي الحاله دي هتوافق على جوازنا على طول. بحبك كتير. انا ما اقدرش اجيب عليك يا حبيبتي. انت لو تعرفي انا بحبك كتير يا نجم. بحبك. يا حسن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانت كمان خلي بالك من نفسك.
باي باي. متزمت ورجع يجي اماكن زي دي؟ انت مالك يا اخي؟ هو متزمت في الريف بس. متزمت ريف يعني. اللي تحسبه. هو ده خالك؟ مؤخرة خالي. مؤخرة خاله. ايه يا ولد؟ انت مش معارك الصراحه باشا؟ ايوه انا قلت اجي بدري شويه ما فيهاش اي حاجه، وبعدين باشمهندس احمد مش غريب. ايوه بس كنت اعمل حساب. ما حضرتك من ده الحشمه خالص اهو والله. مين سيادة؟ ده الباشمهندس احمد اللي كنت كلمت سيادتك عليه. قبل ما تقعد متجوز؟ متولي قال لي رد على سؤالي، متجوز ولا لا؟ ايوه يا خالي متجوز متجوز متجوز. عظيم عظيم. عندك ولاد؟ لا ولا الست؟ ولا الست. ممكن اقعد بقى؟ اقعد. اصله متجوز قريب قوي. امتى يعني؟ دلوقتي بس. ايه؟ هي مش حلوه قوي يعني، لكن متولي انا زوجتي يا سعاده البيت في نظري احلى زوجه في العالم. شيء جميل، انا سعيد جدا اللي بسمع منك الكلام ده. قول لي بقى يا حبيبي، انت هنعينها؟ تعين مين يا فندم؟ مرات. تعينها ليه يا فندم؟ الله، هي مش هتدخل عزبتي وتعيش مع اهلي وبهايمي؟ مظبوط يا خالو، مظبوط مظبوط. وكمان هتشتغل عندي؟ ايوه هتشتغل ايه عند حضرتك؟ دكتور البهايم. انت مش قايل لي انها دكتوره بيطريه؟ ايوه يا خالي دكتوره بيطريه فعلا. مراتي انا دكتوره بيطريه؟ بتخبي ليه يا احمد؟ هو فعلا يا خالي ما كانش عايزه تشتغل، لكن انا ضغطت عليه وهو وافق.
انا انت وافقت وقلت ايوه يبقى خلاص اللي تشوفه يا متولي خلاص انا هسافر بكره وانتوا تبقوا تحصلوني بعدها بيوم ولا اتنين اكون جهزت لك مسكن ولمراتك سريبه سريبه قصدي يعني عياده كده تمام طبعا الف مبروك يا باشمهندس الله يبارك فيك خالي وافق على تعيينك انت والمدام الله يبارك فيك الف مبروك الله يبارك فيك متشكرين قوي يا خالو سلام عليكم بقى مش تشربوا حاجة؟ اخيرك لاحق ان شاء الله يا فندم بتولي ايوه اوعى تخش عزمتي الا وانت متجوز فاهم؟ فاهم يا خالو فاهم قوي الف شكرا يا فندم مع السلامة لا يمكن ده تزوير في اوراق رسميه واشخاص رسميه كمان ومين بس اللي هيكشفنا ده خالي وانا عارفه والنهارده مراته ومات دماغه نعمت على الاخر طب افرض سبب او لاخر اكتشفنا تبقى فضحتنا بجلاجل يا استاذ يا سلام وانت لما نوعك تقفشك وتتجوزك مش هتبقى فضيحه بجلاجل طب ما انا ممكن ارفض الجوازه دي كل الناس هتهزقك وتقول عليك قليل الاصل قليل الاصل اللي مش عايز يتجوز واحده قد امي ولما هي قد امك وافقت ليه انها تصرف عليك لحد ما اتخرجت من الجامعه ها اجرها عند ربنا يا اخي واديها عايز اجرها دلوقتي اصل ما اصلش ولا غيره انا خلاص جهزت كل حاجه وادي الاسيوه بتاعت الجواز بتاعت امي وابويا اهي عايز ايه تاني بقى طب ودي عشان ايه ما دام جواز يعني قسيمه وانتوا الاثنين هتبقوا متجوزين لازم يبقى في قسيمه انت امك وابوك اتجوزوا النهارده يا متولي اساميهم مخالفه لاسامينا وبعدين انا راجل وامك ست بتنح ليه؟ ما تقول له حاجة أنا خلاص جهزت كل حاجة صورت القسيمة وعملت نسخ من البطايق طب وأنت ما بتعملش ست ليه أنت بقى؟ عشان أنا اللي قابلت خدمة والدي وبعدين أنت صوتك حلو يا أخي ينفع مع الحريم والله أنا كنت بفكر إن أنا اللي أحلك يا أخي وبعدين أنت ناسي إنك كنت رئيس فريق التمثيل وطول عمرك بتدور على الفرصة وادي الفرصة جات لك لحد عنك حسن نفسنا بقى ناكل عيش من عرق جبيننا احنا يا اخي شفت بقى انها قفلت زي الضمنة ازاي عندك انت حل تاني خلاص بقى سم السلام عليكم يا اخوان هي دي العزبة؟ تعال هو بعد التلغراف قايل ان في شيخ غفر وبهايم هيستنونا ايوه لا في شيخ غفر لا في شيخ غفر ولا في بهايم ولا في اي حاجة بقول لك ايه؟ ان ما جاش شيخ الغفرة في ظرف خمس دقايق انا هتصرف نوصل للعزبة بأي حاجة نوصل بأي حاجة ازاي؟ ده احنا في هو يا جدع هو في حد في الطريق غيرنا؟ الله سخن طيب انت واحدة ست اهو الطبع جه يمي دبع هو ده دبع انت يا طبع انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي لا مؤاخذه اصل دخلت من سكه غير السكه توت عن السكه سكيت عرفت السكه وسكتك بدها ان شاء الله بالسلام وايه اللي صلح لك سكتك بعد كده لا مؤاخذه سكر عارف السكه لوحده سكر هو ده سكر ايوه يا حبيبي هو ده سكر يعني الحمار عرف السكه وانت ما عرفتش يا وحش لا بيته ومطرحه وعارف السكه رايح جاي على الطريق بعد كده هنسال الضبع يا حمار انا هركب سكر ده يلا اطلع يا لورد هس يا دبع هات الشنطه شنطه يا ولد حالك القل وتعب السر ها لقيته لا ما لقيتوش فص ملح وداب طب ومتولي ولا متولي كمان انا ما يهمنيش متولي انا كل اللي يهمني حسن افرضي حسن هرب من وشك هرب ايوه قولي لي بقى متولي هرب ليه وش عرفك انه هرب ايوه هو مش كان معاهم يوم ظهور النتيجة واستأذن ومشي اولا استأذن ليه علما انه صاحبهم وحبيبهم ثانيا حسن طلع وما نزلش عايز تقول انه بقولك ان متولي عارف عنهم كل حاجة طب وبعدين سيبيني متولي ده وانا منه هعرف حسن واحمد راحوا فين وهو معقول متولي يقولك على حاجة يا فالح ما
بس ولا كلمة. حافظ هيعرف كل حاجة. ازاي؟ بعدين بعدين هقول لك على كل حاجة. يا نرجس. ايه؟ هما الولاد لسه ما وصلوش؟ لسه يا سعادة البيه. عمري ما بعت ضبع الكلب ده في مشوار ورجع في ميعاده. الغالب حاجته معاه يا سعادة البيه. هو مش معاه الحمير التلاتة؟ ايوه يا سعادة البيه. طب دي الحمير عارفه السكة كويس، ايه اللي اخره؟ ما هو برضه الحمير حاجته معاهم يا سعادة البيه. فين سرايا؟ ايه؟ تعالي يا اختي اسمي اضلع عليه. نعم يا بابا. ايه ده؟ ايه في ايه اللي عمال في نفسك ده يا بنت انت؟ عامله ايه؟ قمر يا سعادة البيه، قمر وحشمة ومحتشمة وبنت الأصول. بكرة الدنيا تروح. اتفضل يا بابا اتفضل. هنا ايه؟ احنا لسه ما وصلناش العزبة. اوعى حد يتحرك من مكانه غير لما اجي معاكم. الأوامر كده، ممنوع حد يخش من غير ما أكون أنا معاه. يلا هجرش الحمير. يا قرد يا قرد يا قرد. خش هجرش الحمير وأجي لكم. يلا. آه آه. هو ده اللي كان مبوظك يا دكتورة؟ آه تعالي. تعال نمشي فين؟ نمشي وراها. اه خش اثبت يا حسن. بطني يا اخي ما تخافش، مع متولي سابع عشان يوضب الجو. يوضب انا خايف الراجل يكشفني عندي اسهال. اول ما يوصل هخليهم يطلعوك الحمام يا اخي. طيب بطني بطني اثبت. يغلب عليك يا ضب. اسكتي بقى. كان مره ايه نفسي هفانا على التفاح، قلت له هات لي تفاح يا ضب، قال لي ما فيش غير رنكش. رنكش؟ قلت له طب هات لي دوم. دوم؟ دوم مش معقول يا نرجس. لا زي ما بقول لك كده يا جدك. ايه يا ضب؟ ده ضيف جم اهو. يا اهل البيت. يا اختي اسمها ده بتوع مصر. يا حلاوة مصر. يا حلاوة مصر. يا اهل هو متولي هنا؟ ايوه ده مستنيكوا جوه مع سعادة البيت. طب من فضلكم الدكتورة تعبانة شوية، ممكن تطلعوها الحمام. الحمام. اتفضل يا بهوات. اتفضل يا بهوات. عنك يا سعادة البيت. اتفضل يا سعادة البيت عنك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه الحلاوة دي؟ يا اهلا وسهلا. اهو والباشمهندس احمد وصل اهو. اهلا 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 يا عبد الله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل اتفضل. الله امال فين الدكتوره؟ ابدا دي جالها مرض بسيط كده وقابلنا ستات خدوها تستريح في الحمام. يا رب يا شاف. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، اصلي توت توت بتوه في بلدك يا ضبع. اعمل ايه يا سعاده البيه؟ اصل دخلت في سكه غير السكه والحمير دخلت في سكه هي السكه، ففي الاخر مشيت في سكه الحمير وفي النهايه قصدت. يعني انت وقت الحمير. اطلع يا فارس اطلع يا شيخ. يجي على السكه دبيضه ان شاء الله يا سعاده البيه. فظيع. توه الحمير. امال فين القسيمه؟ البطايا والقسيمه صورناها وديناهم للمتولي. اهو مكان. صور البطايق. ايوه اهو. وادي الاسيمه. وادي الاسيمه مع احمد حسين الاولاني الفلاني يا سعاده البيه. الفلاني. ايوه سعاده البيه. واحد لاقي مكتوب طالب في كليه الزراعه. اصل انا ما غيرتهاش من شخصيه العائليه، قلت اغير هي والمهنه مع بعض. انا خدت الله انا خدت الله. حسن 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 بالضمه خالو بالضمه حسن. اسم جميل حظي ده. انتوا يا اولاد متاكدين ان القسيمه مدقه للبطاقات؟ طبعا. يا خبر اسود. ايه يا خالو؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ تاريخ الجواز 1928. ما هو يا فندم 100% يا خالو المخزون غلط، هي 1982. ايوه تلاقيه كتبها من الشمال لليمين. اصله متخرج بالانجلش سكول. قلت لي. طيب لما تنزل مصر تبقى صلحها. طبعا طبعا. وده فين مراتك؟ مراتي مين؟ مراتك مين؟ اه انا مش قايل لك ما تخشش العزبه الا وانت متجوز. طيب 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 ما الجوازه خالو جاهزه وكل حاجه، بس حضرتك عارف ال هدي لك اللي انت عايزه تروح تخلص نفسك وترجع لي على طول. يعني وي. وي وي بس مضى عليك يا اختي. معايا يا اختي. معايا يا اختي حسين شقي. لا يا اختي يا اختي اسم الله عليك يا اختي بنقول ده. خدي يا اختي خدي يا اختي خدي اسم الله عليك. دي كراويه كراويه. ايوه كراويه. خدي يا اختي خدي ده هي فيها الشفا. خدي متشكر قوي متشكره قوي.
اسمع الله عليك، كان دايما حدانا ايه، حد يعيا ولا يجرى له حاجه امي تجيبني كده الله يرحمك ياما تقول لي نرجس اسقيه بايديكي علشان يخف ايه ويحصل له الف بركه ويرتاح على طول. وكان بيخف؟ لا يا اختي ما كان، لا يا اختي طبعا يا اختي كان بيخف يا طعك. شربات شربات يا دكتوره، خدي يا اختي، خدي اسم الله اسم الله اسم الله، ما تخافيش كفايه. ما تروقي بقى، ما تروقي. انا طب اتحاكي اتحاكي بقى. طب انت لازم تضحكي، هتنكدي على روحك ليه؟ طب داني قالوا لي عشان اللي في بطنك ده يطلع دمه خفيف لازم تضحكي على الفاضيه والمليانه، تلاقيني كده انا عمال على بطال عمال اضحك. ليش هتضحكي؟ اضحكي بكره الضحك بعوف السوق السوداء بالدرر. بس انا مفيش في بطني حاجه. اها وانت ايش فاهمك انت؟ انا متاكده انك انت شايله بس على خفيف. ايه؟ انت قادره؟ مساء الفل والحلاوه يا لو لو. برضه مصمم يا ميتو ان احنا اللي نتجوز وبعدين نسافر العزبه؟ طبعا. بس يهون عليك الشغل برضه يا راجل. بقول لك ايه؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانت وافقتي بعظمه لسانك؟ اه بس بس فكري. مساء الخير يا عم يوسف. اهلا يا صديقي، مساء الفل. مساء الخير يا عم. سنور، ايه خيرنا يا حبيبي؟ ما جالكمش رساله من والدين الليلادي؟ توريني مش حاطين الست لواحظ؟ ايوه. تاني يوم على الشمال، ما هو الليلادي وكل ليله بنجاح عظيم. تشكر يا عم. قال بتوريني قال، بتوريني ولا تغديني؟ وان ما عجبتكيش العيشه في عزبه خاله، بعد شهر ولا اتنين نخلع على طول اروح. بس يا حبيبي انت عارف انا لو سبت الشغل هخسر كتير. ومين قال لك بس انك انت هتخسري ولا هيجرى لك حاجه؟ احنا هنعيش مع خاله في العزبه وهنبقى متمرغين في النعيم كلنا. ودينا عينت في العزبه مهندس زراعي دكتور بيطري برضه من طرفي. على رايك، وانا عايزه ايه من الدنيا غير الستره؟ واو، نجرب شهر شهرين صح؟ يا روح قلبي. بس كده؟ مظبوط. يا اختي شبابها حلو، يا اختي جمالها حلو. كده كده فلم ابعد عني. انا بس هعمل لك خد لك شويه. يا اخي كفايه بقى. انا هفضل على حل كتير، الباروكات هرت نفوخي. بعدين لما بيبقى في ستات موجودين انا بموت لجلدي، بخاف نتكشف وتبقى مصيبه. افرض اتكشفنا صحيح يا حسن، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هناكل علقه ما كلهاش حرام في حرسات. دي هتبقى علقه جامده قوي. مين؟ مين اللي بيخبط؟ انا نرجس. انت عايزه ايه يا نرجس؟ تعملي ايه يا سياده الدكتور؟ انت التعصيب. طيب انا عارف انك انت هتكشفنا من الاول. لا مش مظبوط. ايوه كده. دي اعز جاموسه عندنا. وزرع بيه بيحبها قوي. زرع بيه ابو الطفل؟ لا ابو العجل. عجل ايه وطفل ايه يا دكتوره؟ ما تخرفيش، يلا بينا نشوف في ايه. يلا يا نات. عن اذنك يا نرجس. بخاطرك يا بنتي، اختي ابو الطفل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب تحها بالسلامه يا رب يا رب.
معايا قولي معايا يا سنية يا ولد. ايه بابي ده؟ قول عجلة عجلة مش ولد بنت. لا لا ما أحسن هي فين؟ جوه جوه يا دكتورة. تعال معايا يا أحمد. لا أنا رايح أشوف شغلي. خش تشوف شغلي. باي باي يا حبيبي. دكتورة أجي معاك يعني؟ لا أنت تروحي العيادة تجيبي شنطتي. يلا سكة الصف. قول معايا يا سنية. يا رب يا رب يا رب يا رب. أيك جروف جروف عايز جروف 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 للدكتور جروف. أيك يا رب يا رب تجيب العائلة سليمة يا رب. اطمن يا بابي قشطة هتقوم بالسلامة إن شاء الله. حق يا سنية لو قشطة جرالها حاجة أنا هموت نفسي. لا بتشار عليك فاس فاس هتقولي فاس هتقولي فاس فاس ومقطف ومقطف كمان ومقطف. انت هتولديها فاس مش شغلك. طيب شكرا. طيب الحالة دلوقتي لغاية دلوقتي كويسة خالص. سمعتي الدكتورة بتقول ايه؟ الحالة لحد دلوقتي كويسة خالص. هي عايزة مقطف ليه؟ مش عارف خلاص 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 ولدت. لا خلاص جهزت لنا الحتة اللي هتولد فيها. يا ستي يا ستي الواد شمبر قال لي انه سمع متولي وهو بيقول لمراته لاحظ انه هياخدهم يشتغلوا عند خاله في عزبة قرب الجيزة. استريحتي بقى. واحمد معهم؟ احمد ده ايه؟ المهم حسن. يا والدتي العزيزة حيث يوجد احمد يوجد حسن. ولا يا اصلي منطقيا منطقيا. انت يا بنت انت مش تكلميني عربي؟ اهو من يوم ما اتخرجت من الكليه وانا مش فاهملك ولا كلمه. شوف بقى ما دام العزبه دي اللي انت بتقول عليها جنب الجيزه انا وراهم لحد المكسيك. ايه المكسيك بالخير يا حسن. صحه بالسلامه يا رب. يا رب ده البيه هيموت نفسه عليه. صدق علي مش معقول كده. صحتك مش قادر يا سنية مش قادر. صحتك يا سعادة الباشا صحتك. طمنيني يا دكتورة. أنا اضطريت أضحي بالأم والجنين عشان الأب يعيش. لا قصدي أنا اضطريت أضحي بالأم والأب والجنين عشان أنا أعيش. قصدي الأم كويسة إنما الولد هو اللي ماله الولد. ربنا معانا يا ساتر يا ساتر. ايه اللي فرقع ده يا فاطمه؟ مش عارف مراتي فرقعت من ابوكي. حسن دي هتجنني. بتولد قسطه فاس ومقطف. الفرده فرقعت. مفيش استبن هنا. ايوه قوي قوي قوي. انا ظابط على 28. المهم ما يكونش في خطر. ايوه يا اختي ان شاء الله ولد. يا رب ان شاء الله ولد. الف 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 مبروك يا زرع بيه اللي جاب لك يخليه لك. الله يبارك فيك. ويا ترى جابت ايه؟ الله يبارك فيك. جابت ولد شكله الخالق الناطق. الخالق الناطق تبقى اتوحمت عليا. حسب بيه عنتر عنتر عنتر. ما شاء الله. فسحوا شويه عقبالك. تعيش تعيش. وانت مش يلا بقى نروح ولا هتستنى لغايه الاسبوع؟ لا اتفضل حضرتك وانا هرجع مع الدكتور. بس مش هنتاخر عليك. ما تتاخروش. لا مش هنتاخر. انا عارف انك انت مش هتجيبها البر. الحمد لله على السلامة يا قشطة. انت عزبتي في الولادة اوي يا قشطة. جرالك ايه يا سعادة البيت؟ جرالك ايه؟ هي كانت قشطة هترد عليك ولا حتى هتعبرك؟ يا نرجس يا نرجس الدكتورة ولدتها بالفاس يا نرجس. بتعقل حكمتك يا رب. أنا عايزة أعرف إيه سر شعبتك فيا؟ أنا نفسي مش عارفة، حاجة كده مخليني مش قادرة أبعد عنك ولا ثانية. أنا عارفة. إيه هي؟ والنبي. لا ما أنا لو قلتها لك هتحبيني أكتر. لا يبقى لازم أعرف. يا بيخليك. لا لا يا بيخليك. يا أختي بقى. لا طب استني. استني بس. يا رب جيبي العوائب سليمة يا رب.
يمكن. استني بس. لا يمكن يا سنية، لا يمكن. انا هزعل منك يا دكتور، وانا خلاص زعلت بقى. لا 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 لا، انا ما اقدرش على زعلك، بس بعدين ابقى اقول لك على كل حاجه. لا دلوقتي اروح في داهيه. ايه؟ لا يعني قصدي يعني لما ناخد على بعض نبقى نحكي لبعض اسرارنا. بس انا خدت عليك مساعد احكي لك عن اي اسرار عندي. بس انا لسه ما خدتش عليك. ازاي بس بقى؟ انا بقيت بحبك اكتر من نفسي. ما انا كمان بحبك، ما انا كمان بحبك. بس بس ايه؟ طيب طيب الاول تقولي لي على سر من اسرارك. انا عشان بحبك انا هقولك على السر ده. طيب قولي لي بقى ايه هو؟ عندي مايو. مايو؟ ما بتروحيش بيه تنزلي في نادي ليه؟ انا اسفه بابي من يعني من روحي اي نادي ومصاحبه اي بنت من زميلاتي في المدرسه، ومره رحت مع نصر وترجيتني تولي يشتري لي مايو واشتراهولي، بس حلفني ان ما اقولش اي حد. امال بتعملي بيه ايه؟ انا بنزل بيه البسين بالليل من ورا بابي. وما بتخافيش لا تغرقي وينكشف سرك؟ انا بعوم اقدر من ايها سمك. انت بتعرفي تعومي؟ يوه يا اختي، ده انا واخده بطولة الجامعة في السباحة. يبقى لازم تنزلي بقى. الاقي الاقي. لا لا ايه لا 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 ارجوكي ما اقدرش انكشف. ايه؟ انا قصدي اخد بالي. يا خرابي، ده انت شاطرة قوي في السباحة. امال ايه؟ يا لهوي احمد جوزي. ماله جوزي؟ يظبطنا سوا. في دي فيها ايه؟ لا فيها ايه؟ البسي البسي. الله يسترك، استري عليا. الله يسترك. حسن سني يلا انت وهي على فوق. حاضر يا شيخ احمد. حاضر يا باشمهندس. يلا يا اختي. معلش معلش يا صلاة النبي يا صلاة النبي. أي قشطة وخلفت قشطة. بسم الله. عقبالك كده لما ربنا ينتعك بالسلامة وتجيب لنا سبع صغير. وخد يا أخويا جبت لك سبعاية. يبقى هطلقك وأتجوز واحدة تجيب لي اللي نفسي فيه. بس الكلام ده بس يا سيدة ضبع قد أهو كله بتاع ربنا، واللي يجيبه ربنا كله كويس أهو كله خير خير خير. ونعمة بالله، بس لازم الولية تسمع كلام جوزها وتجيب له اللي نفسه فيه. طب انت بقى متجوزني؟ متجوزني بقى لك كام سنه وانا متجوزك بقى لي كام سنه؟ مش فاكر. هما يجوا 10 سنين. طب انت متجوزني بقى لك 10 سنين وانا متجوزاك 10 سنين، يعني 20 سنه قطعيه واحده. عمري كسرت لك كلمه؟ ايه؟ لا ايه اللي في دي؟ كل مره بتكسري لي كلمه دي وبتجيبي لي بنت. نفسي بقى في ولد يا عالم. يا اخواتي ومالها بس البيت؟ ده البت عين امها، البت زي الوالد. يا اختي سيب الله عليكي يا اختي جميله، حسبها ظريفه ظريفه. ايوه فهمتك يا سيد ضبع. اقول كده بقى، انت عاوز ولد عشان يبقى ولي العهد، عشان لما تموت بالسلامه كده ان شاء الله يورثك وياخد الطين لما اموت. ايوه ان شاء الله. قريت عليا يا ولية. تصبح على خير يا اخويا. ابو انت من قاله؟ خدني جنبك يا اخويا، خدني جنبك. وي وي يا ضهري اسمع عليك. فسح يا راجل شويه، فسح يا اخويا، فسح يا اخويا. وي وي ضهري ضهري بينها عامل حته. ودي وشك الناحيه الثانيه يا اخويا عشان من اولها كده. لا كنت بضحك معاه. ياي انا الجو هنا مش معقول يا ميتو، يجنن ومشجع. لا 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 بلاش. ليه يا حبيبي؟ ده انت جوزي. خلي اشوفني. معلش ده خلي صعب ويقطع لي حتة. اهلا وسهلا. ده مفيش راجل بس في العيلة. اهلا 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 بتولي بيه. ازيك يا خالو؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. انا عملت بقى بنصيحة حضرتك يا خالو واتجوزت اهي. الف مبروك يا الف مبروك يا هانم. وحش ازيك يا زازع بيه؟ زازع
زارع زارع ما توديناش في ده يا زارع. زارع ايه؟ زارع برسم. نما خفيف يا مضروب. مش معقول. والجوازه دي تمت امتى؟ تمت امتى؟ تمت امبارح العصر. بس ايه يا زعزعبي؟ ولا حاجه. على ام النفس وما تشتهي. ربنا يخليك لينا يا خالو زعزع. زارع زارع. نصور يا سيادة نصور. ايدك معايا يا سعادة الباشا. اسم الله عليك. نرجس. نعم يا بيه. روحي قولي للدكتور وحرمه ويجي يسلموا على متولي بيه وحرمه. من عينيا. عينيا متولي. عينيا اوعى تغلطوا قدام بنتي وتقولوا ان انا في مصر بروحها كباريهات ولا باتشاء. ياي ده حتى ما فيش كباريهات في مصر ولا ايه يا زعزع بيه؟ زرع زرع البالونه بساك. البالونه بساك. عنابي يا عنابي يا خدود الحنين. تعال تعال استاذ شوف المصيبه اللي جت لنا في البيت. شافنا دي فيها ضرب نار يا حسن. مش حل غير اننا نهرب. في ايه؟ مين؟ قال البابا. عايزين يا بابا. الباهي والاستاذ متولي وحرم عايزينكم. طب روحوا احنا جايين وراك. الباهي قال هاتهم فينا. ما باليد حيله. الله زورة ولا هوات؟ طيب احنا جايين اهو. اتفضل. قلت لك تنداري الدكتور احط بتنداري وخلاص. لا اله الا الله، ما انا طول عمري بلايفك وبكبسك، مش معنى اليومين دول بقى الايديا تقلت عليك. وهو كده، بعدين ما حدش هيلايفني ولا يكبسني بعد كده من النهارده الا حسن. يا حلاوه يا ولاد، بقى عايزه اللي بتليف البهايم تليفك. حكمتك يا رب. حكمتك انت يا رب. امين بقولك عليهم خلاص. لا 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 انا راجعه اوضتي ما اقدرش. اجت وحدي. تعالي يا دكتوره تشوفوا عايز ايه. ونفسي يا اوتي دكتوره حسن. تعالي عايزاك كام؟ عايزاني في ايه؟ تعالي بس عايزاك معايا يا رب. تعالي في ايه؟ تعالي معايا. تعالي يا ربي. انا حاسس ان الحكايه دي مش هتعدي على خير. يا رب استر يا رب. انا اتخطفت. اسم الله عليك ابن الخطف يا ست الدكتور. يلا بقى اخرجي يا نرجس عشان الدكتوره هتحميني. اللهم اجيب يا شيطان. دلوقتي بقت كوخه ولا بتتشقم مني؟ امر لله. ياخد اسمك اسمك معلش اسمك. يلا بقى حميه. يلا حميه. ايه ده؟ بس 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 ايه بتترعش ليه؟ لا مفيش. سيد الدكتور اسمع عليك اشفع عليا احسن. الواد عمال بيرفس كده من الجناب باينه زهق وعاوز يطلع باينه بيلعب في الوقت الضايع. انا اللي ضايع. بعدين اخد برد. ماشي كلام بخاطرك يا سيد الدكتور. يخدمك الله سامنا بلدي. من خمسه وخميسه. ايه ما بلاش حكايه الحمام دي. الله يستريك انا بقى في شبه ميه. شوفي بقى قبل ما تليفيني عايزاكي تديني جسمي كله بالكريم عشان ابقى حلوه. نهارنا ازرق باذن الله. مش فاهمه انت مصممه ليه تحميني بالميو ده. لا ما هو طبيا كده صح. الناشفه دي لا ما دي بلاستيك عشان تمنع الكهرباء. لا قصدي عشان تمنع العده. ما انا حاطط نفسي اللي بيا. قصدي تمنع العدوى. يعني حضرت ايه؟ ما هو انت ممكن يجيلك زكام. زكام؟ مامي خليك هو انا مش ناقص. ايه بس يا نجوى فاهمين ايه؟ احنا وراكوا والزمن طويل يا سي احمد. ايوه يا ماما انت لازم تشوفي لنا حل. استروا علينا ربنا يستر عليكم وانا هصلح كل حاجه. انا تدوخوني ساعه دخان دي عليكم؟ لولا حافظ الله يستره ريح قلبي.
هو حافظ هو اللي عرف مكاننا؟ طبعا. الله يخرب بيتك. ده انت مش فتان وبس، ده انت. نعم يا اخي احمد، نعم. انت ما كنتش عايزنا نعرف طريقك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا ما اقصدش. انا اسمع شو بقى، انا وعدك ان انا لم الموضوع لو انت وعدتني انك تسلمني حسن. اوعدي. نورت العزبة يا حافظ بيه، نورت العزبة قوي. خالي كده. اهلا يا خالي. اتفضل. ده مفيش حد غريب، دي الست نواعم الفنانة المعروفة، وده البشمهندس احمد حضرتك عارفه، ودي بنتها الاستاذة نجوى. ما شاء الله. بس هو ده ما عرفوش. اصل هي انا كنت بديها العنوان قبل ما اجي علشان تيجي تحيي الفرح بتاعك، كنت سيب لها العنوان. انا مفيش حد غريب يا خالي. يا اخي مش كنت تقول لنا عشان ابعت لهم حمارين ثلاثة يستقبلوهم؟ لا ما هو في ناس قامت بالواجب. هي نجوى بس اللي دعمت في السكة. وبنتك برضو فنانة زيك؟ لا دي خريجة جامعة. ما شاء الله ما شاء الله. من باب الحمام وكل خد يعني خوخة 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 أنا ما عادش هتلاقي حد يحميني غيرك بعد كده. ده لو كان لينا عمر. لا ما تشغل عليكي. لا لا انا قصدي يعني الاعمار بيد الله يا سمية، ربنا يديني العمر وهنيكي. ان شاء الله يا الله. يلا بقى كبسيني بقى. نعم كبسيني يا ابني. النهار الازرق ايه؟ لا لا مفيش حاضر. انت بتعمل ايه؟ لا اصل بابايا كان فطرتري. خير يا جماعه، ضحكوني معاكم. يا جماعه بعد ما هنرتاح من المشوار هاخدكم ونطلع نتفسح في العزبه، وبالليل هنحتفل بمتولي ومراته. مبروك يا عريس. الله يخليك يا حمام. مبروك يا عريس. ماشي يا خالد. ايوه امال حسن فين؟ هو مش معاكم. حسن مين؟ حسن عبد الدايم صاحبنا. ده من عز صاحب الصلاح وغرداه ولباه. حسن مين؟ يا سلام. احنا جايين نتفسح ولا جايين ننوح؟ رايق يا بنتي. يا جماعه الحق. ما تسكتي بقى يا نوام، اسكتي. يا اخويا اسكتي. يا ستي هو ما ماتش، هو مات نص نص، بعدين افهمك. امال بتقول الله يرحمه ليه؟ يا ست الرحمه بتجوز على الحي والميت. ربنا يرحمنا كلنا يا ست نواعم. خضتني يا متولي. بعد الشر عليك من الخضه. بس اهدي اهدي يا نواعم. ولا متولي خلي تبين عليه نمس قوي. ايه رايك بقى في عزبتي يا نعناع؟ يا سلام، انا كان طول عمري بتمنى ان انا اقضي الخمسين سنه اللي فاضلين في عمري في الريف. يعني انت بتحب الريف قوي؟ اسم الله عليك، اسم الله، اسم الله عليك يا اختي. يعني انت مرتاحه كده قوي؟ طب ارتاحي كمان. لا انت ارتاحي قوي. لا لا اختشي يا زهرة، حد يشوفنا ولا حاجة؟ لا بس ما يشوفونا. طب ده انا هنا الكل في الكل، والكل يحب الكل، الكل يحب الكل. هي دي كل الحكاية، وكنت ناوي ارجع لك طبعا، وانا اقدر استغنى عنك. بس دي حكاية غريبة قوي يا احمد. المهم تخلي امك تشيل حسن من دماغها، احسن كلنا هنروح في داهية. بصراحة أنا أمي مضمنها. خلينا في نفسنا. عندك حق يا حبيبتي. صحيح بتحبني يا أحمد؟ وحياة عينيك الحلوة دي، لا حبيت قبلك ولا أحب بعدك. وأنا كمان يا أحمد عمري ما حبيت حد غيرك. كلها كام يوم والأمور تتعدل، وأكتب كتابي عليكي. حبيبي يا أحمد. حبيبتي الله
الله. مين سنية؟ سنية، مش حرام عليك تخون الست اللي تمعتك على شرف مع واحدة تاني وبتبصها كمان؟ انت فهماني غلط. ماني شايفاكم بعناية. دي بوسة بريئة. انت فاكرني طفلة مش فاهمة البوس البريء من البوس الغير بريء. بس كده انا هقول لحسن غلبانة وخليها تطير عشتكم. يا سنية خد هنا اهو. سنية ايه وحسني ايه حكايتك؟ حسني ايه؟ ما انت عارفة ان حسني يا حسن. جوزتك. جوزتي؟ وقعتيلي في داهية. تعال هنا. يا خرب بيتك يا نرجس. أرجوكي كفاية بقى. طب وحياة اللي ميتين كلهم يا ست؟ ما حدش بيموت في عيش. أرجوكي اطلعي بره بقى. وحياة مرحومة الست والدة. خلاص انت تعبتيني. وحياة البشمهندس يا انت تعبتيني اطلعي بره. اكشفي ده على الواد احسن الواد بقيت له جات له سكتة قلبية. أولا ايش عرفك ان اللي في البتاعة دي ولد؟ عشان الطبع جوزي ما يزعلش ويطلقني. ما هو لازم ده يكون ولد. خلاص خلي الطبع هو اللي يكشف عليه. هو طبع دكتورة. بطل يا ست الدكتورة. أنا يا حسن الواد عايز بموتوا للواد. خرجي بره. انا عايزه الدكتوره في كلمه. يلا فين؟ انا عايزه في كلمه. لازم تكشفوا على الواد. لا 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 مش بدري بقى كله اسرار ولا ايه؟ انا كله اسرار. الحياه كلها اسرار. اشغلي بره. يلا يا خرب يلا طب فسحوا لي شويه. فسحوا لي شويه. يا خرب يا خرب بدك يا بسم الله علي يا ولدي. يا ابني يا بسم الله علي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ مالك يا نشنش في ايه؟ المهندس جوزك. ماله؟ استاذ احمد يعني. ايوه عمل لي ايه الزفت ده؟ عامل لي ايه؟ ده عامل عمايله بره. بره فين؟ في ايطاليا؟ لا بره في الجنينه مع واحده ست. واحدة ست مين؟ بنت ست العلمة نجوى؟ تعرفيها؟ لا لا, لا ما هو كل عالمة في شارع محمد علي ضروري تخلف بنت وتسميها نجوى. هي دي. مالها؟ مش قادرة اشرحلك. كان بيبوسها يعني؟ انت شفتيهم؟ لا بس لو كان عمل كده يبقى ليا كلام تاني معاه. المجرم الوحش ده. حلوة انت. ما هو زرع بيه ما نزلش عينه من عليك يا اخي. يعني منك انت من حركاتك. الله يعني اكبر. انت هتنق عليا يا ريت ولا ايه؟ ومش هخليه ينزلها طول عمره. والنبي تعمليها ما انت قادره مدوباها من 11 يامه. الله اكبر. ما تخافيش قوي كده. طب وحسن خد سكه خلاص. حسن عارف يا بت؟ نعم. انا هخلي حسن ده استبن. ما شاء الله. استبن ازاي بقى يا ست نواعم؟ عشان لو ما عرفتش اوقع زارع الاقي حسن. شفتي بقى؟ بقول لك ايه يا ماما؟ ايه يا اختي؟ هحلفك يعني ايه؟ ادام ربنا كرمك ولقيتي زارع في سكتك اعتقي حسن بقى. بيت في ايه؟ انتي هتعلميني انا؟ ايه ده؟ يا خرابي قتلوني. ايه؟ ايه؟ انا رايح اشوف ايه؟ استنى خدي معايا. طب يلا بسرعه. يا ماما لا. ايه؟ ما فيكيش حاجة. ده مش فيكي. مش فيكي؟ أمال ده إيه؟ ده صوت نار بره. بره؟ تعالي يا بنت عم نشوف إيه. لا 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 تحت البيت. خليك أنت أحسن من الكشف. وانا براقبه داخل وطالع من العزبه وانا همه. وكل ما اجي احط ايدي عليه فص ملح ويدوب. هو مين؟ فوكس. فوكس؟ فوكس كلب الجيران اللي جنبنا. قال ايه؟ بيحب كلبتي فلة. قتلته. كلب ابنك هل؟ الله يا وراه ده وراه ده. اما خلف ده ميت فل. ليه كده ده لسه عريس جديد؟ الله حرام عليك يا ادم. يا ساتر على دخلال. هم زعلوا ليه؟ هو كان قريبهم. يا حياتي وبقيت ما اقدرش اعيش من غيرك يا نواعم. طيب لو بنتك بقى ما وافقتش على جوازنا؟ ما توافقش ازاي؟ بنتي ما تقدرش تمانع.
اصلا انا ما احبش اقعد في حته يكون حد فيها بيكرهني. معاشي اللي يكرهك يا نعنع يا حبيبتي. طب دي سنيه انا متاكد انها هتحبك اكتر مني. بس انا ليا شرط. الشرطي الشرطي يا روح قلبي. مفيش نزول لمصر لوحدك. ها ليه بقى؟ عشان انت بتبقى في مصر حاجه تانيه. يا خبر مين اللي قالها؟ لا لا يا حبيبتي انا حنزل مصر رجلي على رجلك. قلت ايه يا نعنع؟ اللي بيحصل ده مخلي عندي امل ان احنا نتجوز قريب. مش باين زارع عاوز يتجوز امي، واللي يتجوز امي طبعا هيبقى عمي. وبعدين هو عارف ان انت متجوز الدكتوره حسن. يعني مش هيوافق. اصل انت ما تعرفيش حسن بيحب بنت زارع بيه وهيتجوزها والجو هيخلالنا. وهو زارع عارف ان حسن راجل؟ مصيره هيعرف اذا كانت البنت نفسها ما تعرفش. يا احمد حكايتنا كل شويه بتتعقد اكتر. ما هو ضروري حسن هيشوف له حل عشان يتجوز البنت دي، واكيد هيكشف لها عن شخصيته. يا خبر حق، لو زارع بيه عرف ان حسن راجل وطول المده دي داخل خارج على حريمه اكيد هيقتله. لوحده؟ لا طبعا كلنا. كلنا ايه بس يا نجوى؟ بقولك ايه، حسن هيقول للبنت ان هو ولد، وفي الحالة دي ممكن البنت تحبه او تكرهه. ممكن. ممكن طبعا. طب تعالي اقولك كلمة سر. سنية انا حاسة ان انت بتكرهيني. اكرهك؟ اكرهك ازاي؟ انا عمري ما حبيت حد قدك، انت زي مامي. قولي زي ايه؟ زي بابي؟ بقولك ايه يا سنية، يعني سلام جو، لو تقدم لك عريس شبهي كده بالظبط ترضي تتجوزيه واسيبك لوحدك؟ جاوبي على سؤالي. اه طب لا انا بقول افردي افردي، يعني بقول نكته. قولي شمس. يا رهوي يا رهوي يا رهوي يا رهوي يا رهوي الحقوني الحقوني يا صغيره يا صغيره اختي. لك انا هون يا اختي، مش عارفه يا اختي مش عارفه يا اختي مش عارفه بيني حاولت. طب خلاص خلاص اشوفك اشوفك يا اختي. لا 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 ليه يا اختي؟ لا ليه يا اختي؟ شوفي عيني ما تحب ليش الخير ليه؟ طيب خلاص خلاص اشوفك شوفي يا اختي. لا 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 انت تروحي مستوصف. مستوصف ليه؟ ما انت الدكتوره حقوني يا صغيره حبوط دكتوره حيوانات. يا لهوي
اعترف لك بسر. قول يا حسن. انا مش حسن، انا حسن. ايوه انا حسن، ومش قادر اكون غير راجل بقى. احمدك يا رب. نعم احمدك يا رب، يعني مش مندهشه ولا حاجه. قلبي كان حاسس. من امتى؟ من مده قريبه، وكنت بحاول امتحنك واكشفك. الله 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 الله. بطني يا احمد. اجمد يا حسن. بطني مصاريني بتتقطع. ما هو كل ما انت فاستك حد ياكل توشت كسكسي وخرف لوحده. اعمل ايه؟ ما انا كل ما كنت اخلص فخده كانت تقول لي تعدمني لازم تاكل التانيه. وخفت لا تعدمها، اديك هتموت من كتر الاكل. اصل بحبها وخايف اموت من غير ما اتجوزها. مش هتلحق يا حبيبي تتجوزها. لا لازم اتجوزها، بحبها. انت هتهنيني. يا نرجس. تعالي بسرعة، عايز. بقول لك ايه يا نرجس، حضري شوية كمون وشوية نعناع وهاتي مية سخنة عشان الدكتورة تعبانة. اهدى، هي هتولد يا شي احمد؟ يا الف نار ابيض، يا الف نار. هتولد ايه يا نرجس؟ روح هاتيها عشان هي تعبانة بسرعة. لا قول بالحق، هتولد ولا هتولد؟ لا مش هتولد يا نرجس، روح هات اللي قلتلك عليه. يا الف نار ابيض يا ضبع. عاملة لي فزيت عليها يا بنتي نرجس، فيها يعني ايه؟ دكتوره هتولد، اجري حتى صفحه ميه سخنه وشويه كرابيه وشويه كمون ونعناع وشويه كركديه بالمره يا بني. عقبالك عقبالك يا نرجس لما تجيب لنا كده بقى الطكر اللي هو. تسلم حالك يا توتو، على ما حضر الفطار للعرايس. نرجس. ايوه يا عريس. حضري الفطار. صباحيه مباركه يا عريس. جيت بيدا كوكوكو في الفجريه، يلا بنا على بابا الله.
يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطية. زهرة زهرة. ايوه ده هو اللحن كده. نرجس نرجس. يا صباح الفل يا صباح الهنا يا صباح العرايس الحلوين. يا اخواتي ايه عصافير كناريا؟ اهدى عصافير مزقزقين. مزقزقين يعني ايه يا نهار؟ يعني سو 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 سو. امي بقى البرحمامه كانت بتقول لي كده. قولي لي يا بنت نرجس ايه الدوشه اللي بره؟ اسكتي. ايه مش الدكتوره بعينها هتولد؟ ايه الدكتوره هتولد؟ ايه هتولد زي كل النساء ما بتولد عبال كده ما تجيبوا الزغلول الصغير. يا عريس مقططر وشل حته من الظفر. يا عريس مقططر وشل حته من الظفر. قشطه يا بيه قشطه. ايه يا بتولد؟ يا رب يا سند هم بتولدوا ان شاء الله فايمين ولد ان شاء الله ولد. بطني 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 بطنتي يا علق منك لله يا سنية. ده شعر عليك يا حسن. قصدي يا حسن. ست سنية وست سنية مالها يا ست الدكتور؟ الكلام ده تقوليه لاحمد بيه يا معلم. طب حط يا اخويا الحاجة اللي في ايدك واطلع بره. كان نفسي اشوف المولود كده وهو نازل الملعب عشان اتبشر بيه. عمالك يا نرجس. ولد ان شاء الله ولد. انا مش عارف المتخلف ده هو ومراته مصممين انها ولاده ليه. خير يا اختي خير. مطلع علي خير كله خير يا الف نهار ابيض. توم بني بني يا سنية. بني بني لازم كل بني يا سنية. بني عالم بني يا حبيبتي. ألف سلامة إن شاء الله عدوينك اللي يكرهوك يا رب. ما هو كله من تفاصلي. الله عليك يا أخي اسمع. بقول لك إيه؟ أنا مش عارف الولية دي وجوزها مصممين إنها ولادها ليه؟ أنا رايح أشوف شغلي. هو يخسر الرجالة كلهم كده. بسم الله عليه لما يحسوا ان نسوانهم قربوا يولدوا يحصل لهم اكتئاب نفسي. قومي سخني النعناع من عينيا. يا بني يا بني يا اول ما تعوزي اي حاجة انتهي عليا وانا حاجي فريرة. الحقيني يا ست الدكتورة. في ايه الوضع جامد؟ وضع افتح يا اختي شوية. تعالي يا اختي تعالي ايدك يا اختي. معايا ايدك يا بني. بنا شايفه عينيا الاثنين. على فين يا باشمهندس؟ انا كنت رايح تحت انا عشان معانا الشاي. انا كنت رايح الحوض الخارجي اشوق على الارض. مش لما تطمن على الست الاول؟ ست ست مين؟ ست الست ست حسن. صحيح ست حسن. اشرب اشرب الشاي معانا لحد ما نطمن. ده صوت مرض نرجس. ولد يا رب ولد يا رب ولد لحسن ارتكب جريمة يا رب. ولد جريمة ايه؟ اصله عارف لو ما جابش ولد هيقتل الكل. يا لهوي. خير يا ست سنية. مبروك جبت ولد. احمدك يا رب. وست حسن ولدت؟ جابت بنت. يبقى اني اللي اكسب. اني ولد وهم بنت. اني ولد هم 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 بنت. ايه يا علي؟ ايه اللي تعملها دي يا علي؟ بارك لي يا سعاده البيه. مراتي ولدت جابت ولد. الف مبروك يا بابا.
مبروك يا طارق. الله يبارك فيك. والست الدكتوره جميل. مش ممكن ليه امر ربنا بقى؟ اهلي مش ممكن الدكتوره تاوي. مش ممكن تاوي ليه؟ مش ممكن حسن حسن تاوي ليه؟ هي مش ست؟ لا. ايه؟ لا ست طبعا. وانت مش راجل؟ راجل ونص. وهي مش مراتك؟ لا. ايه؟ لا مراتي ونص. امال ايه العجيب بقى؟ العجيب انها تولد. امرك انت العجيب يا باشمهندس. اصل الفرحه ملخبطاه يا عين امه. اهدى يا باشمهندس، كل الستات بتولد. الستات يا ست نواعي، الستات. وهي مراتك مش ست؟ لا. ايه؟ لا ست، ست وست الستات كمان كده برضو يا حسن. انتي تيجي يا جوه، انتي جميلة يا انتي، انتي جميلة. اما حمادة ولادة البيت. حمادة مين يا دكتورة حسن؟ حسن ايه ودكتورة ايه؟ ما خلاص عرفوا كل حاجة يا عم. ايه ده؟ هم عرفوا؟ اه، وثانية الحمد لله الجو بيني وبينها اخر حلاوة. طب امال ايه حكاية البنت دي؟ لا ما دي حكاية تانية خالص. اصل نرجس لما جالها وجع الولادة انا رحت مولدها. انت اللي ولدت نرجس؟ ازاي؟ زي ايه؟ ما هو زيها زي اي نعجة ولا جاموسة بتولد فيها ايه بقى؟ هرجع انت. ايه؟ انا ما بقتش عارف حاجة في البنت خالص. مش مهم تعرف، المهم ان الطفل اللي نزل الاول الاول كان بنت اللي هي دي. تاني طفل نزل بقى كان ولد. هي شافت البنت من هنا وجالها كريزة، خافت بقى لجوزها يطلقها. قال لا. طب ما هو جال الولد اهو. ما هو وجود البنت هيلغي فرحته بالولد. المهم وبعدين؟ ولا حاجة. نرجس بقى حلفتني ان انا اقول ان البنت دي بنتي ونبلغ الخبر للضبع حبة حبة. اه، عشان كده انت ماسك زلة لنرجس. هو مش هتقدر تقول ولا كلمة من اللي سمعته. ولا تقدر تنطق. تقدري تنطقي؟ وانا سمعت حلقة يا اخويا. استر علي، استر علي. عين هيستر على ولا ايه؟ خلاص استر علي. رجعت البيت. خلاص يا نرجس. خلاص معلش. اه معلش. شفت بقى؟ مسألة زي الفل والموقف في ايدينا. تمام التمام في ايدينا. ده الموقف اتنيل بنينا. يا ضبعي يا ضبعي يا ضبعي. حقيقي بالاسلوب بتاعي ده ثانية مش ممكن هتتجوز. لكن اه اسلوب مريح مني. بس لازم يريح بنتك كمان. هتتجوز ازاي طول ما انت قاطع عليها النور والمية ومانع كل راجل يخش العزبة الا اذا كان متجوز؟ تبقى ثانية هتتجوز ازاي؟ مش عارف مش عارف. يظهر البرم والجري اللي انا جريته هو اللي عمل فيا كده. غلط يا زارع غلط. البنت او الولد حتى لو كنت حاططهم في ام وهم عايزين يعملوا حاجه هيعملوها. الرقعه التربيه يا زارع. عندك حق. وبصراحه كده فكره متولي كانت غلط من اساس، وهي اللي ورطتنا الورطه السوداء اللي احنا فيه. لا ولا ورطه ولا ميله. وبعدين مش هلاقي حل. انا عارف الحل. اسم الله يا اختي. صبري عليها. اسم الله يا اختي. بنتك معاك اهي، وانا هقول لزارع بيها على كل حاجه. انت عايز تودينا بقى؟ انت عمرك ما اتصرفت صح؟ ها؟ يعني هي كانت فكرتي لوحدي؟ ما هي فكرتك انت والحيوان اللي اسمه متولي. طب يا اخي بدل ما نتخانق نشوف لنا حل. اهو ادي الباروكه. وبنتك معاكي. انا هروح لزارع بيه وهطلب ثانيه منه، وان ما رضيش هاخدها بالقوه. ايه؟ انا حاسب القوه؟ انا حتى عندي استعمل القوه؟ استنوني انا هجيب لكم الاسلحه وراجع لكم. حضرتك قاعد فين؟ ورايا. هما بيجروا كده ليه؟ بس الاسم طلعت ليه؟ هيقتلهم. نجوى يلا بينا. والبنت بنتهم يا حرام. دي بنتك يا ضبع. ايه؟ سمي سمي. طب والولد؟ ابنك برضه يا ضبع. تاني كفاءة. عرفتي بقى اني ضبع؟ ماني عارفة. حسنين ونور العين، زفت الشباب الاثنين. هم مش تقولي بس في ايه الاول؟
الاول. احنا هنروح فين؟ ما تقول يا حسن. اسم حسن. حسن حسن اسكت يا اخي، المهم انك تلاقيه. وقف يا بعدك ده. استنى يا سعد. انا وقف يا سعد. يا ده واحد ارجوك من عندك. يا رب اصبر يا حسن. يا سعدي. يلا يا حسن. يلا ايه بس؟ استنوني. مستنيك بس مدوا. وبعدين الراجل ده هيعمل فينا ايه؟ وبعدين اروح منين؟ اروح منين؟ ده ايه الحيره دي يا رب؟ وقف عندك! وقف! وقف وقف ده هو! وقف فين؟ وقف! وقف عندك! حسن يا حرام، دول ماتوا يا احمد، ما تلحقوا. الحقوا فين؟ انت مجنونه. قوم يا حسن. قوم يا ثنيه. حسن يا ثنيه. ولما حب البنت تبقى عايز تقتله؟ قالوا محتار تجوز البنت ازاي. تتجوز ازاي وانت حابسها هنا؟ كنت اعمل ايه بس يا رواحي؟ ما هو خوفي عليها هو اللي خلاني اعمل كده. ما هو الخوف ما يعملش كده. الله بقى تطلعها من المدرسه وتحبسها في العزبه. ما تشوف الدكتور ده بقى له ساعه جوه. طب ايه ده؟ ايه يا رواحي؟ يا دكتور طمني يا دكتور. في ايه؟ في ايه؟ مالكم ايه لسه اللي انتوا عاملينه؟ بقول لك ايه؟ البنت اخبارها ايه؟ ها؟ الولد مازال في حاله اغماء. يا خرابي. طب والبنت؟ مالها؟ جرالها ايه؟ حصل لها ايه؟ الله يكون في عونك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنتي، طمني طمني وحياتك يا دكتور. الولد كل ما يفوق البنت تبوسه، يرجع يغمى عليه تاني. يعني بنتي عايشة؟ ايوه. يبقى هقتله؟ لا. هقتله ده ايه؟ هو غريب، ده جوزها. وكمان اتجوزها؟ اه. لسه هنتجوز. لسه هتجوزها. ابدا. ابدا. لازم تتقدموا يا احمد. ما تتكلم يا احمد، انا مش انت اللي حطيتنا في المشكله دي. يا بيه يا بيه، مش احنا اللي حطينا نفسنا في المشكله دي. مش ممكن. ظروف المجتمع هي اللي حطتنا. برضه هتتقدموا. وبعدين يا سعاده البيه احنا ما نصرفناش على حاجه. وتتبدلوا وتتعاقبوا وتتجوزوا. يا